معقول يا نينا، متشكر متشكر قوي، ده احلى خبر سمعته في حياتي. امتى قالت لك بالظبط؟ يا خبر، ده انا كنت فاهمه انك جاي وعارف، هي ما قالتلكش؟ لا، اصل امبارح كان عندنا اجازه في الفرقه، والنهارده كان المفروض ميعادنا الساعه 6 فعملوها 4، جيت عشان اقول لها. طب اقعد استريح يا اختي. ما تقعد يا ابني. انت متاكده انها وافقت؟ طبعا. طب قالت لك ايه بالظبط؟ قالت لي لعلمك انا موافقه على متولي. طب هي راحت فين؟ راحت تزور واحدة من زمايلها. مين؟ ما قالتش. سريع؟ لا. عزيزة؟ برضو لا، ما قالتش على دي. طب ما قالتش هي راجعة امتى؟ قالت انها هتتغدى عند صاحبتها. ايوه، وهيروحوا الفرقة من بره بره. تتغدى؟ بس لو اعرف هي عند مين؟ يا ابني ما انت هتقابلها في الفرقة. وانا لسه هستنى لما اقابلها في الفرقة. راح فين؟ هدور عليها، هلف على زمايلنا واحدة واحدة لحد ما الاقيها. دي عملية كبيرة قوي يا امين. مش قلتلك؟ انا كنت فاهم المسألة عبارة عن بنوة ولا اتنين. بالطريقة دي لازم اطلب اجازة سنوية من الجورنال واتفرغ لشغلاناتي. يبقى احسن، خصوصا في مرحلة التنفيذ. وعملية زي دي هيدفعوا فيها كام؟ عملية بنوات الاوتيل اللي انا خلصت منها، المسطحات فيها كانت اقل بكتير من المسطحات اللي هنا. طلعت منها بحوالي 1000 وشوية بعد خصم الضرائب. ما تعرفش كام بالظبط؟ ضروري هعرف، بس الاول نلم ميزانية العملية كلها، انشاءات ومباني. وامتى هنبتدي يا امين؟ على طول، بس اربط مع جماعة بتوع المتحف واجهز كشوفي مظبوط، وبكرة بالكتير هقابل رأفت بيه ونبتدي شغل على طول. ما تتصورش قد ايه انا مبسوطة يا امين اللي هنشتغل مع بعض تاني، نعيد ايام الكلية من تاني. ايام انزل انا بقى. نازل معاكي، ما انا رايح المتحف كمان عشان اعرف احوال الجماعه هناك واشوف ايه اللي تم في موضوع الاستقاله. يعني ايه غلس عليك؟ بالعكس، الراجل كان قلبه عليا، قال لي ما بلاش يا امين حكايه الاستقاله دي، خد اجازه لحد ما اشوف مصلحتك فين. يعني ما قبلش؟ انا جاي لك في الكلام. قلت له لا معلش. قال لي طب هتروح فين وهتعمل ايه؟ قلت له هشتغل في شركه رأفت الطبجي. راح ماضي الورق ومحوله لشؤون العاملين وقال لي الف مبروك، ربنا يوفقك، ما يصحش يا اخي، اقعد اقعد اشرب حاجه. عملت ايه في حكايه السفر؟ انت هتجنني؟ انت مش قايل لي استنى شويه؟ لا، اتوكل على الله يا مختار واسحب الطلب. اطمن، كله تمام خلاص. النهارده اروح اقول لهم يصرفوا نظر عني. عال، عايز اربط مع الكل بقى، كل واحد يبتدي شغل واكن انا شويه. على فين؟ في الاتيليه. دي فرصه العمر يا مختار. الحمد لله خلصت من مواعيد المتحف كل يوم، وانتوا هتعملوا التصميمات، اقعد انا بقى ارسم بمزاجي ليل نهار. يا ابن الايه؟ عندي افكار لوحات جديده تجنن، عايز ابتدي فيها قبل شغل التنفيذ ما يكبس. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ عايز اعرف ايه المطلوب بالظبط؟ في اجتماع عندي في الاتيليه يوم الاثنين. انا قبل ما اجي لك فوت على الجماعه واتفقت معاهم على الميعاد. امين، انت عارف ان الحكايه دي ممكن تحل لي مشاكلي؟ باذن الله يا مختار. انا عامل حسابي ادي كل فنان وحده واحده. بس انا بقى عارف همتك ونشاطك، هديك وحدتين. هتتعب شويه بس في الاخر هتطلع بمبلغ مش بطال. يعني مش اقل من 3000 جنيه. انت بتتكلم جد يا امين؟ بكره تشوف. طب بقول لك ايه؟ لايمني بقى. على مهلك عليا، هو انا اللي هقبضك؟ مش قصدي، 3 ورقات بس سلف كده ابر بيهم الفاميلي. اي هموت يا ناس، هاتوا لي مراتي واولادي. جاي يا عم عطوة، انت هتقلب يا دراما. استاذ عطوة، ده دور برد بسيط وما يستاهلش الحاجات دي كلها. اروح لمراتي وولادي يسترها معاك يا ثاني. الحقنة دي هتخليك كويس قوي، ساعدك كتير وان شاء الله وهتبقى زي البوم. حلمي. تفتكر انه هيقدر يصور مع صبري بيه النهارده؟ طبعا، ده باين عليه تعبان بحقيقي. عارفة لو بيموت هيروح ورجله فوق رقبته. وبعدين يا حلمي هتعمل ايه؟ ترتيبنا ماشي زي ما هو. تفتكر
اتصلي بمكتب صبري بيه وبلغيهم ان الكاميرا هتكون عندهم الساعه 4 واحنا هنجيب الضيف ونيجي 4 وربع. حاضر. بقول يعني كنا ناجل معاه صبري بيه بكره. ده بيستموت. انت صدقتي على مسؤوليتي يا سهام. حاول تنام شويه يا استاذ عطف. مش قادر، دماغي فيها مكان. كان لازم ايه بس حكايه الفلوكة اللي في النيل دي؟ كان لازم يا عم عطوه. بقى معقول؟ معقول تبقى بتشتغل في مرفق المياه ويعدي البرنامج كله من غير ما تظهر في وسط الميه؟ اديني غرقت في الميه. خلاص كلمته واكدت عليهم صبري بيه يكون موجود. ده متحمس قوي. هو مين صبري بيه؟ كان لطيف قوي معايا. هو انت كلمتيه؟ لسه بقول لمدير مكتبه راح موصلني بيه على طول. قلت له ايه؟ اكدت الميعاد. طب مش كنت تقولي لي انه كان على الخط؟ ده كلمتين وقفل السك. الراجل دلوقتي بس هيقول ايه؟ كان المفروض انا اللي اتكلم. حصل خير يا سهام؟ ما فيهاش حاجه. ايه على فين؟ ماشي. لو حصل اي حاجه بديني خبر في البيت يا حلمي. اي حاجه يا حلمي. حاضر ماشي، مع السلامة. تعالي تعالي نقعد، أنا تعبت من الوقفة. بقول لك إيه؟ تيجي نتغدى هنا؟ فين؟ في الأوضة هنا، ولا أقول لك في الفراندا؟ الجو بره حلو قوي. بس ده الأكل هنا غالي قوي يا حلمي. أها، ما كله على على الفاتوره، مع تحيات طائر الاحلام. هنتغدى دلوقتي يا حلمي قبل بسلامته ما يصحى. الو روم سيرفيس. الو روم سيرفيس، من فضلك عايزين اتنين غدا. ايوه ايوه المني. ايوه المني وعصير ليمون، بس لو تسمح تكتر له الليمون قوي. لا لا لا، واحد بس. ايوه. بقول ايه، لو كان ممكن تبعت لنا سبت فاكهه. ايوه شكرا، مع السلامه. ايه مالك مبلمه كده زي ما تكوني هتدفعي الحساب؟ مش عارفه سهام عملت كده ليه. ولا يهمك يا ستي، بس انا ما غلطتش. فوتي شيء طبيعي. عايزه تبقى في الصوره لوحدها، عارفه؟ انا طبيعي اتصل بصبري بيه بحكم شغلي في المجله. ايه رايك بقى من يوم ما راحت التلفزيون كل ما تسمع اني كلمته تتقمص؟ عمرها ما كانت بايخه بالشكل ده. ما قلنا خلاص بقى، خلاص بقى. ايوه اهو كده. الله استاذ. راس يا استاذ. Thank you.
بس خلاص استراحة لمدة 10 دقايق وبعد كده هنكمل. خلاص نموية ايه حكايتك يا نبوي؟ اسف يا استاذ. عمرك ما عملتيها في حاجة؟ ابدا يا استاذ. امال ايه؟ بتتنرفزي على زمايلك وبتيجي البروفة متأخرة؟ جديدة الحاجات دي. اخر مرة ماستو. المرة الجاية راح اذبحك. يلا. نبوي كنت فين الصبح؟ هو انا هلاقيها منك بقى ولا من المايسترو؟ اخلص من المايسترو تطلع لي انت. انا دخت عليك من الصبح. اشمعنى؟ لفت عليك عند سرية وعزيزة ومونة وسامية، ولو كنت اعرف كمان سكة الباقيين كنت رحت لك. ليه حصل حاجة؟ مش هقول لك. ايه رايحة فين؟ متولي اسمع، انا مش رايقة لهزارك دلوقتي. ده جد مش هزار. كنت عايز اخدك بقى عشان نروح نجيب الدبل. ايه تاني؟ نبوية انت مش وافقتي؟ بتولي هو احنا يعني مش هيبقى ورانا غير السيرة دي؟ انت مش سمعت رأيي في تونس؟ مش معقول لحقت غيرت رأيك؟ بتولي انا ما غيرتش رأيي ولا حاجة. انت سمعت الكلام اللي انا قلته لك في تونس كويس. الكلام اللي قالته نينا النهاردة. نينا؟ انت شفتها فين؟ اباركت لي وقالت لي انك انت وافقتي. انا اسف قوي على حسن. ظهر ان نينا فهمت غلط. صدقني متولي انا لما استقر على حاجه انا اللي حاجب نفسي واقولك. نبوية انا متولي معلش ارجوك. لا يا امين، دي عملية كبيرة قوي، ما ينفعش فيها الأسلوب ده. سمعة جماعة الألمان هيوصلوا خلال أيام، لازم قبل ما ييجوا تحضر لهم كل البيانات المطلوبة. وبعدين دول مش جايين يتفسحوا، طالبين مقابلات ومعاينات. أنا ما شفتش كده أبدا. فاكر الراجل جونتر أول واحد جاي يتكلم معانا في المشروع؟ فطسني من الساعة 7 الصبح، لقيه عامل لي تليفون من ريسبشن. جودن مورجن هير شكري. احاول اقنعه. يا ابن الحلال مفيش حد بيكون في مكتبه قبل الساعة 9. انما ايه، مفيش فايدة طبعا. اوصل مكتبي من هنا الاقيه محضر لي ورق قد كده. النهارده عايز يروح فين ويقابل مين ويتكلم مع مين، على اخر النهار اكون انا استويت وعايز اروح انام، الاقي الراجل المحترم اللي فندي الوقور ده واقف يترقص لي وقال ايه، عايز يروح يرقص في نايت كلاب. المرة دي هيجي رئيس مجلس إدارة الشركة ومعاه وفد مهم قوي. بس الحمد لله أنا كده براءة. من بكرة الصبح إن شاء الله هكون في اسكندرية عشان عمارة الكورنيش. أيوة أحسن. أنا عاوز أمين يتولى الوفد من أول ما يجي لغاية ما يسافر. مفيد جدا لك يا أمين إنك تحضر كل المقابلات وتشترك في كل المناقشات. أنا طبعا هكون معاك في الجلسات اللي هيناقش فيها العقود. بس يا رأفت بيه انا ما عنديش خبره في المواضيع دي خالص. ما هو علشان كده لازم تدخل في التفاصيل كلها، وانا هكون موجود دايما. اي حاجه تحب تسال عنها انا مستعد. هحضر لك اوراق العمليه، ومن بكره نقعد في المكتب قعده طويله اشرح لك الخلفيات كلها. انت مش انتهيت خلاص من شغل الحكومه؟ تقريبا. مدير المتحف قبل الاستقاله وبعتها لشؤون العاملين. خلاص شكري. قبل ما تسافر اسكندرية عهد امين يكون جاهز علشان امضيه. بس في نقطة مهمة عاوز اشرحها لك. هتلاقي مرتبك في العقد 150 جنيه، بس عاوزك تاخد بالك من حاجة. انا عامل لك نسبة في ارباح العملية. كم يا شكري؟ 7%. اتفضل. وممكن تسحب اي فلوس انت عاوزها من تحت حساب النسبه دي. انا في الحقيقه كنت حريص انك تكون شريك في الارباح
علشان تكون متأكد ان كل مجهود تبذله لخفض التكاليف يعود عليك. حطها هنا يا عم فرج. اهلا يا امين. اهلا بيك يا فندم. وبالنسبة للفنانين اللي هيشتركوا معاك في المشروع عملت حاجة؟ اتفقت معاهم كلهم تقريبا. فنانين كويسين؟ طبعا كلهم شبان، عارف مستواهم كويس من ايام الكلية، وعامل معاهم اجتماع يوم الاثنين الجاي في الاتيليه عندي. لا 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 لا، اتيليه ايه يا امين؟ لا شكري، لغاية ما تأسس مكتب لامين في الشركة يبقى افتح له مكتبي يقعد فيه ويقابل زمايله ويمشي شغله، انا يعني قليل لما بستعمله. شهد تحية اهو اعترف بنفسه، حضرته رامي كل الشغل على دماغي ويا مسافر يا ملحقني من هنا بالتليفون. اتفضل. ميرسي يا ستي. اتفضل. شكرا يا ايه. متشكر. العفو. جوعتوا؟ الغدا جاهز. مش لما توصل سهام؟ يعني نموت من الجوع بقى؟ لا. خلاص اتفقنا يا مين؟ خلاص يا فندم. لا مش خلاص وبس، انا عاوزك تكون متحمس للعملية. طبعا يا فندم. اهم حاجة الحماس، الخبرة دي بتيجي بعدين مع الممارسة. مفهوم يا فندم. هاي. اهلا 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 يا حبيبتي. مامي انا جعانة قوي. يا سفاحة تقعدينا من غير اكل لحد الساعة 5 وبعدين ليك عين تقول انا جعانة؟ والله يا ممكن هلكانة جدا وجعانة، تصور لسه هنزل تاني الشغل. حالا الاكل جاهز. اتأخرت عليك يا امين؟ بقالك كتير؟ مش قوي يعني، متشكل. ها يا دادي خلاص خلصتم كل حاجة اتفقتوا؟ تقريبا. بكرة الصبح نتقابل بس في الشركة علشان سي شكري ما يقعدش يطمن. على ما يوصلوا الجماعة الألمان عاوز أكون على اتصال مستمر بيك يا أمين. من بكرة تنتظر في مكتبي. قصدي مكتبك. احنا مواعيدنا من 9 لواحدة ومن 5 لـ9، بس طبعا حجم العمل يا بطل مش هيخليك تسيب المكتب قبل نص الليل. اه بلاش مبالغة، ده في الأول بس. في الأول وفي الآخر اسألنا أنا. هايل. على كده بقى يا أمين أقدر ألاقيك في أي وقت. مين؟ اختي بسم الله الرحمن الرحيم. يا لهوي مالك يا امين؟ ما تتخضيش. ايه؟ انا بس تعبان شوية. من ايه؟ بقالي 3 ساعات ماشي على رجليا. طب خش استريح يا ابني ما تقفش عندك كده. اقعد يا امين. يا سلام. وايه اللي خلاك تعمل في نفسك كده؟ مش عارف. ما حسيتش، قعدت امشي 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 لحد عينيا ما زغللت. لما هو مشوار مهم كنت تركب ترمي ولا اتوبيس ولا تاكسي حتى؟ 3 ساعات يا مفتري. ليه كنت رايح فين؟ ما كنتش رايح حتى، انا كنت بتمشى. يا لهوي يا سامين، تتمشى 3 ساعات واحنا اللي بنقول عليك عاقل؟ ده انت اللي بتقولي. 3 ساعات ده اللي جاي من اليوب على رجليه يوصل قبلك. ما هو بيوصل عشان عارف جاي منين ورايح فين. المصيبة في اللي مش عارف يا نظيمة. اللي مش عارف ما يخرجش من بيته. هي دي المشكلة. صح. جاي الزواغان عيني.
قاعد في اليوب مرتاح 24 قراط بص لا مص منوره ومتزوقه زغللت عينيه. مصر متزوقه واللي في اليوب حيشوف مصر. اما انت عن الكلام يا سامين، يعني مش سخن ولا حاجه؟ انا تعبان وهلكان ومش عارف راسي من رجلي. طب قوم يا امين استريح جوه. قوم استريح جوه وانا دلوقتي هعمل لك كوبايه شاي بليمون تروق. استريح على سرير نبويه لحد ما اجيك. بيتي يا نبوية، انت هتربي لي الخفيف مش انت اللي قايله كده؟ طب ايه رايك بقى لما السما تنطبق على الارض انا مش هتجوزه؟ مش انت قلتي انك موافقه؟ هو حد كان غصب عليكي؟ ما حصلش. اسم الله عليكي يا نبوية. افكرك حتى امين كان موجود وبعدين بيقول لي ما تخسبيش عليها، رحت انت قلتي موافقه يا نينا. بس متولي ما يعرفش، انت اللي قلتي له يا نينا. يا حلاوه يا ولاد، يعني كنت عايزه تتجوزيه من غير ما يعرف؟ يا نينا قلت لك مش هتجوز متولي، يعني مش هتجوزه. حق بطل اوده واسمعوده، منين موافقه ومنين مش عايزه تتجوزيه؟ يا نبويه يا بنتي ارسيلك على حد كان غصب عليكي. يا نينا كفايه، مش عايزه اسمع كلام في الموضوع ده تاني، كفايه بقى. خلاص بقى يا نبويه، وانا كنت جبت حاجه من عندي؟ انت اللي قلتي وانت اللي قلتي لا. براحتك. لا مؤاخذة يا ابني، عوقت عليك بالشاي، اعمل ايه؟ دخلت عليا الزعابيبها حاجه تمخوي. تقعد تستريح لحد ما اجيب لك الشاي. خلاص ارتحت يا نظيمه. ولا نبويه بقى قلقت منامك بدوشتها؟ لا ابدا بالعكس. اجيب لك اسبرينه مع الشاي؟ لا كتر خيرك يا نينا، مالوش لزوم. يو يا بنتي، مش من شويه كنت بتقولي انك مصدعه؟ خلاص بقى رقت. طيب الحمد لله، ربنا يهديك يا بنتي ويهديك انت كمان من المشي اللي هد حيلك. ماشي ايه؟ اسكتي، وانا ما قلتلكيش مش امين شاف اليوب من مصر. الله جرايه نظيمه. الله الله، انت ما بتحرميش يعني؟ ما حدش يقولك حاجه بينه وبينك الا ما تعملي نشره اذاعه. هو انا على من ولا من مين؟ دي اسرار يا نينا، مش كده ولا ايه؟ يعني اما اقوم احضر لكم العشاء. امين ما تقعد تتعشى معانا هنا اللي تشوفيه. كنت تعبان؟ كنت. ودلوقتي؟ انا سمعت كلامك مع نينا غصب عني، اصلي صوتك كان عالي قوي. يا بختك انا بويه، على الاقل عارفه انت عاوزه ايه بالظبط. مش بالسهل يا امين. عارف ان ده صعب قوي، بس اللي عاوز بيعرف. على الاقل ما هياش فزوره زي اللي كنت بتقولها لي زمان، قد الفيل ويتصرف منديل. انت لسه فاكره؟ معرفش، انا اليومين دول بفتكر حاجات كتير، حاجات كان بيتهيألي اني نسيتها خالص. اشمعنى اليومين دول؟ معرفش،
يمكن علشان حاسه اني محتاجه اني افتكر. عجيبه. انا وانا بشوفك وانت بتتكلمي دلوقتي مش مصدق ان دينا بويه اللي بعرفها من زمان. انا كبرت يا امين. طب مش كنت تقولي انك كبرتي؟ انت كل حاجه تهزر فيها. تعالي تعالي اقعدي. بقالي كتير ما ضحكتش ضحكه زي دي. ومش لاقي حد غيري تضحك عليه؟ مستحيل اضحك عليك يا نبوية. ما تتصوريش انا استريحت قد ايه من شويه صغيرين اللي قعدتهم عندكوا هنا. انا كنت داخل البيت مكسر ومهدود ومتهيألي اني هرقد سنه بحالها. مش ممكن. مش ممكن اقدر اتصور ان اضحك ضحكه زي اللي ضحكتها دي. بتكلم جد يا نبوي. عارفه يا امين، فاهمه. تعرفي انا نفسي في كام ضحكه من دول عشان اعرف افكر وسط الدوامه اللي انا عايش فيها. وهكذا سيداتي وسادتي، يودعكم طائر الاحلام على امل اللقاء مره ثانيه مع صاحب الحظ السعيد ضيف الحلقه القادمه. سمير نعم. استناني هنا شوية. ليه كده؟ أصل بيتهيألي إن أنا ما شفتش اللقطة بتاعت عطوة وهو بياكل في البلكونة. هي مش سجلت في العشرة دقايق الأولانيين من البرنامج؟ آه. نشوفها الشريط أهو. وريها لي الأول. مساء الخير يا سمير. أهلا يا سمير. مش خلاص؟ الناس متصلين فوق الصبر ليه؟ دقيقتين بس يا حلمي، أصل بشوف حاجة مهمة أوي. طب أوام عشان يقلقوا. حلمي، هو كل اللي دعيتهم جم؟ تقريبا. مش ناقص غير اتنين، لكن ما تخافيش اكيد على وصول. وايه خلاك متاكد كده؟ ما هو على يدك، قضيت الاسبوع اللي فات في سن على دماغهم. الا اتصل بيه بالتليفون ولا اروح له مكتبه. طب ده في ناس منهم كنت يوماتي على الصبح، يوماتي على الصبح قوي افكرهم بميعاد العرض الخاص. بس فكره هايله حكايه العرض الخاص دي للصحفيين قبل ما نطلع بيه. يا مساتي بكده يبقى رمونا دعايه ما حصلتش. انا ما قلتلكيش، مش لما عرضت فكره العرض الخاص على صبري بيه تحمس لها قوي وقال لي يا حلمي انا بعتبرك ابن التلفزيون. قلت له البكر يا فندم. بس على الله بقى يتبسطوا مني. لحسن ده انا قلقانه قوي، زي ما يكون داخل على امتحان. طب تسمعوا تقعدوا الاول وتفهموني ايه الموضوع. انت بتدوري على ايه؟ اطباق، عاوزه اطباق عشان نحط فيها الاكل. اكل ايه بس؟ لازم افهم الاول. شوف يا سيدي. ايه؟ انت دلوقتي بتكلم واحده لسه واصله حالا من اعلى سلمه فوق سلالم المجد. طيب يا ست اهلا وسهلا، وبعدين؟ ولا قبلين جايين نحتفل معاك. بايه؟ ضربت معانا يا استاذ امين. كسبنا البريمو. ايه لوتريه؟ لا، طائر الاحلام. اتهبلوا عليه كل المسؤولين. لسه جايين من عرض خاص في مكتب صبري ليه؟ البرنامج طالع يجنن يا امين. مبروك يا سهام. واحنا بلاش؟ مبروك. الاطباق في ايه؟ مفيش. يعني ايه؟ هناكل في ايدينا؟ لا مش للدرجه دي، هنزل اجيب لكم كل اللي انتوا عاوزينه من عند الست. لا يا استاذ، فضل حضرتك هنا. ايوه بس انا ولا كلمه. طب اساعدك في الشيل؟ ولا كلمه. ساعد حلمي انت بقى وانا هنزل للست نظيمه. طيب
استريح عنك انت. لا يمكن، انت النهارده ضيف طائر الاحلام. بس انت يا استاذ امين، واحنا هنعمل كل حاجه، هنعمل كل حاجه. مكان لطيف قوي. متشكر. انا قلت لسهام جايز الاستاذ امين يكون مشغول، صممت اننا نيجي نحتفل هنا. اهلا بكم. الحقيقه حاولت اعتذر عن المجي هنا، يعني يمكن تكون لسه شايل من الحكايه اللي حصلت. لا لا ابدا. يلا يا بابا حطي الحاجات هنا يا بابا. اي خدمات اقدمها؟ مدموزيل نبويه، كروان بيت الفنانين، بتغني في فرقه الكورال الشعبيه. الاستاذ حلمي خليل، صحفي وخلاف. اهلا وسهلا. طيب عن اذنكم انا بقى. لا انت النهارده ضيفه طائر الاحلام، اتفضلوا بقى هنا اقعدوا على كنبه الميزانيه. يلا. طيب اساعد في حاجه؟ ابدا. برضو مدموزيل انت تستريحي، شغل النهارده مسؤوليه طائر الاحلام، مش كده يا سهام؟ ده انا مزيكا حلوه قوي، ده انا بقول شعر يا جماعه. طائر الاحلام مش كده يا سهام، مش كده يا سهام، مش كده يا سهام، مش كده يا سهام، طائر الاحلام مش كده يا سهام. الراجل الظاهر نسى يجيب الجبنه الرومي. لا اهي كنت هظلمه. دي رومي برضه يا استاذ، اسمها جوريير يا فلاح. انا ده عمري ما عاتبت الفلاحين. تبقى فلاح ممتاز. يلا اديني السكينه وطبق. شفت الشريف كان عامل ايه؟ انت بالك حاجه تانية خالص. كل ما اتفرج عليه وهو واقف قدام صبر ايه، افتكر الرسمه اللي اترسمها علينا لما رحنا نحضر البرنامج. كان متغاز قوي قوي يا حلمي. المهم دلوقتي نلحق نستغل حماس صبري بيه ونحل مشاكل المصورين والعربيات. انا ما عادش يهمني صبري بيه، بعد اللي حصل النهارده هتلاقيهم كلهم بيتسابقوا عشان يساعدونا. ممكن تتفضلوا، طائر الاحلام في خدمتكم دايما. اتفضلي. الضيوف اولا. اقعدي هنا يا بوي. طيب اتفضلي حضرتك، تعالى يا امين، مش بشويه الحفله هتبتدي. اقعدي بس اقعدي. على فكره يا حلمي، نبويه عليها صوت يجنن. انت النهارده لازم تغني لنا حاجه بالمناسبه السعيده دي. حقيقي يا حلمي صوتها حلو قوي، احسن من البلاوي بتوعك سامي وعمر وبقيه العصابه. لا 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 لا, لا. حد يعيب في نسمة الصباح؟ قول شبورة الصباح. حقيقي نبوية حاجة تانية. خلاص يا مدموزيل، رأي سهام في الموضوعات دي ما ينزلش الأرض أبدا. أنا كنت وعدتها إن أنا أقدمها للمراقبة عشان يدوها غنوة من مختارات الإذاعة، بس أنا انشغلت في البرنامج بتاعي، لكن إن شاء الله هنبتدي الأسبوع الجاي. لا لا مش معقول، إذاعة إيه؟ دي سكة سد. الله، أمال أنت إيه رأيك يا أستاذ حلمي؟ إحنا نشتغل على كبير. أنا هاخدك للأستاذ بهيج يسمعك ويعمل لك حاجة على مقاسك. صحيح؟ الراجل مش هيتأخر أبداً، جمايلي مغرقاه من فوق ولتحتيه ويتمنى يخدم. وبعد كده؟ لا بعد كده الباقي عليا أنا. بس ما تسميهاش المطربة السياحية. الله جرايا يا سهام. الله، تعتقلي ماسكهالي زلة بقى. عيل وغلط. اديني شهر شهرين بالكتير ونعمل منك نجمة الموسم ومطربة الإذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح. كده اهو مرة واحدة. يا مدموزيل، صنعة النجاح دي لعبتي، مش طالب أكتر من 5% موهبة و50 دردحة ولحلحة وتفتيح مخ. والباقي شغلي أنا بقى. ياه، 5% موهبة؟ طيب
دي سهله قوي. صنعه النجاح دي حرفه، وانا بقى المعلم بتاعها. انتوا عارفين طبعا فاديه فهمي اف اف بتاعت عيني على الساعه واللي لابسها. ايوه هي. بيني وبينكم انا بغني احسن منها. بالحق صوتي احلى من صوتها. بس بقى بنت ذكيه ومدردحه وملحلحه ومفتحه مخها كويس، تعرف توصل ازاي في شهر واحد عملت منها نجمه الموسم، صورات واذاعه وكاسيت وفيديو كاسيت. بس ده يبقى تزوير. اوه استنى بس يا امين. ايوه يا استاذ حلم. مادموازيل نبويه افندم، سلمي لي نفسك، سيبي لي روحك، تعالي لي بكره المجله اكون عملت ترتيب ووضعت خطتي. انا ما عنديش حاجه سايبه، كل حاجه لها خطه زي الخطط الحربيه. داكور استاذ حلمي، انا كل ما اتصور اني بقيت حاجه زي اللي اسمها فاديه اللي حضرتك بتقول عليها دي بكره نفسي والمغنى والنجاح. ليه بقى ان شاء الله؟ يمكن عشان درس مزيكا، درسها بجد، فحكايه الدردحه واللحلحه وتفتيح المخ اللي بتقول عليها، اذا نجحت في انها تعمل حاجه في موهبه 5% زي ما حضرتك بتقول، تبقى حاجه شطاني عمرها قصير. مش كده ولا ايه يا استاذ حلمي؟ بردهم مش صحيح. اف اف لغايه النهارده شرايطها واسطواناتها ماليه السوق، وعندها عقبال املتك عمرتين غير العربيات والفلوس اللي في البنك. بعض اوقات الواحد يتمحك في حاجات لما يكون خايب، ما حلتوش لا 5% ولا 50%، ما عندوش طموح الكافي. اللي بتسميه تمحيك يا استاذ حلمي انا بسميه حاجه تانية، بسميه مبادئ واخلاق واحترام للنفس. وعلى فكرة أنا طموحة، طموحة قوي، بس طموحي من نوع تاني، والنجاح اللي بحلم بيه برضه من نوع تاني. يمكن بيطلع بشويش طوبة طوبة، لكن بيبقى صادق وحقيقي وعمره طويل. نبوية كف يا كبت، انت جبت الكلام ده منين؟ من هنا.